انا بختلف مع الطرح اللي بتطرحه اميره لسبب. لازم يعني نحاول نفهم الموضوع. انا عايز افهم الموضوع مع حضراتكم ومع المشاهدين. قضيه الاختفاء القسري ملهاش علاقه بس بان الاخوان جماعه بقدر عظيم جدا تعيش على الاكاذيب وتتنفس كذبا. قضيه الاختفاء القسري ليها علاقه بالتحولات اللي حصلت في بنيه جماعه الاخوان المسلمين بعد ثوره 30 يونيو. التحولات دي ادت انه عدد لا باس به من شباب اعضاء الجماعه قرروا انهم يلجاوا للعنف المسلح. قالوا ان احنا الجماعه اتضحك علينا، احنا اتظلمنا، السلميه، احنا فقدنا ايماننا. هو ده اعتقادهم، وحصل خلافات داخل الجماعه حوالين الحكايه دي. في ناس قالوا دول متفقين مع بعض، في ناس قالوا لا دي خلافات حقيقيه. ابتدى يظهر جناح مسلح داخل الاخوان المسلمين، وابتدى عدد كبير من داخل ده بالاختفاء القسري. هقول لحضرتك، عدد كبير جدا من عناصر الاخوان المسلمين ابتدوا يلجأوا للعمل المسلح. فانا مثلا هدي لحضرتك امثله، انه عمر ده مثل. النهارده ظهرت حالات، ظهر فيديو ل شاب اسمه، هو شاب اعلامي برضه ومصور صحفي اسمه ابو عمر المصري، ومعاه صفوان الانصاري. طلع ان هم في داعش، دول كانوا بيتقال ان هم مختفين قسريا. يعني اميره بتقول انه هذه الحالات لا تعني انه ما فيش ملف اختفاء قسري. ايوه في ملف اختفاء قسري، في ملف اختفاء إيه؟ في ملف اختفاء قسري، لانه عدد كبير من عناصر الاخوان بينضموا للتنظيمات الارهابيه سواء خارج الإخوان. مصر ايه وغير الاخوان. مين قال لك انه فيها بينضموا؟ عادي، ما انا ممكن عادي جدا انا شاب قررت ابقى ارهابي، عادي جدا بيحصل. لا اللي مش داعش اللي بيظهروا بعد كده. طب بيختفوا ليه يا فندم؟ بيختفوا ليه؟ حضرتك انا بسالك سؤال. لا ما انا هكمل لحضرتك. هل ده مش اختفاء قسري يا فندم؟ لا لا ده انتهاك، ده مش اختفاء قسري. بيقول ايه؟ انا لما الاقي ابني مش موجود 15 يوم طيب وابدا ادور عليه وما الاقيهوش. اللي حضرتك ويتقال لي مش موجود عنه. اللي حضرتك بتتكلمي، معلش بس، اللي حضرتك بتتكلمي عنه ده تقصير من الشرطه او ملاحظه بيقولها الحقوقيين للشرطه بقالها سنة. وانا ممكن نتبناها، انما الاختفاء القسري انه في ناس بتختفي تماما واحنا ما بنعرفش مصيرها.